شنو سيد الألوان؟ الأسود. فيديو مليان سواد، اللي تدور على السواد حبيبتي لا تتخطين هذا الفيديو، تابعي للأخير. شوفوا لي جمال التحفير بكلوشة الردن، العباية السواد الفاحم، الستراسات الأصلية، لوحة فنية. بس باعولي شلون الشغل جاي مرسوم رسم على طول العباية، جد لوحة. عندنا الحزام يجي دفن، انت تتحكمين به بالقياس مالته، بالإضافة إلى وفرنا لك إياها بغير قصة، يعني ما عجبتك هاي القصة وفرنا لك إياها هذه القصة. تلبس كل الأوزان والقياسات، وهاي شوفوا لي نقشات ثانية، جمال النقشات. طبعا هذا التحفير كله جاي بستراسات من ضمن نقشة العباية. عندنا هنا يا سلام، شنو هاي؟ شنو هاي؟ فستان مو عباية، تجنن. عندنا هذا هم النقشة المميزة والقصة اللي جاية أسفل العباية، تجي دبل سحابة، أنت تتحكمين بيها، تلبسيها على شكل بشت أو عباية. عندنا توصيل لكافة محافظات العراق ومناطق بغداد. تلبس كل الأوزان، أرجع ذكرك والقياسات.